الراديو 90-90 هواها مصر. دلوقتي بقى نروح لفقرة الصحافة النهاردة أو صحافة اليوم، صحافة راديو سكوب على الراديو 90-90. معايا دلوقتي على التليفون ومداخلة مع الأستاذ محمد عدوي، نائب رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير. كنا عايزين نعرف بقى أخبار الفنانين برؤية أخبار النجوم النهاردة عاملة إزاي؟ الحقيقة احنا في العدد ده بنحتفي بذكرى أميرة عبد الحليم حافظ في عدد تذكاري خاص بيكتب فيه كبار الكتاب، الأستاذ مفيد فوزي، الأستاذ يسري الفخراني، الأستاذ هشام مبارك. في مقالات منسية للعندليب احنا بنصدرها للناس من جديد، في رؤية للأستاذ هشام حوالين عبد الحليم لو موجود دلوقتي، وبرامج اكتشاف المواهب كان ايه البرنامج اللي هيشتغل فيه. يعني في جهد كبير الحقيقة، عدد خاص أظن انه من الأعداد المهمة في أخبار النجوم. يعني كمان على مستوى الفن الحقيقة احنا أسعدنا خبر ترشيح الفنان محمود حميدة رئيس مهرجان القاهرة. محمود من الفنانين العظام اللي الحقيقة مش واخدين حقهم بشكل أو بآخر، لكن هو رجل لي ثقافة واسعة واتصالات عظيمة مع فنانين كبار، وأظن إن ده إضافة للمهرجان. الحقيقة في جانب سيء شوية في الحقل الفني، وهو السجال اللي داير ما بين اثنين من الفنانات اللي لازم يقف بشكل أو بآخر. تقصد على غادة إبراهيم وإلهام شاهين؟ غادة إبراهيم وإلهام شاهين. الحقيقة يعني ده السجال مش هنلاقيه في أي مكان في العالم بالطريقة دي غير عندنا، ومدام الواحد مش قادر يفهم يعني إيه سببه، يعني واصل معاهم لمرحلة فيها كثير من يعني العنف وغير مبرر، اتهامات متبادلة، اتهامات يعني أنا آسف إن أنا أقول إنها اتهامات لا تليق بالفن ولا باسم الفنانين، ويجب إن يبقى في حل بقى. يعني أنا شفت مدخلة امبارح للفنان أشرف زكي، دكتور أشرف زكي، وهو بيتكلم عن بيدافع عن كيان أو عن إيه فكرة الممثل أو الممثلة، لازم كمان يتدخل ويقف السجال ده، السجال متداير، وفي النهاية الخسران هو الفن المصري. الحقيقة من ضمن الأخبار اللطيفة جدا اللي ساعدتني أنا شخصيا إن محمد منير بيأجل حفلة تضامنا مع شهداء ضحايا شهدائنا وشهدائنا. ده خبر يسعدني إن الفن ليه دور إيجابي وليه دور إنساني كمان. والحقيقة برضو شارموفرز وأمال ماهر برضو نفس الموضوع. إتلغى كل الفكرة، وده شيء يساعدني ان يبقى في جانب انساني، الناس المتمنين يعني متجاوبين مع قضايا الوطن المجتمع بالظبط، والوطن ايه اللي بيحصل في الوطن ما يبقاش الناس متناسيه كل حاجه حواليه. ده حقيقي. احنا كمان بقى يعني طبعا انا مع ان احنا نأجل الحفل لكن مش الغائه، لازم نرجع نغني تاني، وان وده هدف الحياة مش هتقف. لا بد انها تستمر، لان هو كل حد بيحاول يعني يفجر، بيحاول يقتل، هو هدفه ان كل حاجة تقف والحياة ما تستمرش ونفضل في كمان. ان احنا نستمر وان احنا نواصل، وانا اتمنى ان الحفلة فعلا اتأجلت شوية، لكن اتمنى انها ترجع تاني، وان منير يغني وامال ترجع تغني تاني وشارموفرز يرجعوا يغني تاني. ده الهدف الحقيقي من الفن ومن الحياة ان احنا نستمر يعني. بالنسبة للاخبار برضو الميديا، اخبار الاعلاميين والمذيعين ايه؟ على نفس الوضع اللي بنشوفه ما بين إلهام وغادة، في سجال تاني آخر برضو ما بين عمرو أديب والمستشار مرتضى منصور. مسائل مش عارف ليه الحياة بتروح لأماكن بعيدة، في يعني احنا شديدين في فكرة العداوة، حتى بتوصل للتجريح اللي هو يعني غير انساني، يعني تجريح وبيوصل في حل حد الشرف، اتهامات الشرف. يعني اهدوا شويه، وبقول لكل الفنانين الاعلاميين المصريين اهدوا شويه، المرحله مش محتاجه ده. صح. مرحله محتاجه ان احنا نتكاتف بدل ما نتخانق. مرحله محتاجه ان احنا نعدي الظروف دي، لان على الابواب.
صح. في ناس مستنيه لنا اخطاء كتير جدا، ارجو ان احنا نعي ده ونبطل ونتكاتف، وبدل ما نحنا بنبقى فرجة للناس نبقى فرجة حلوة، يعني بأفلام كويسة بمسلسلات كويسة، دي الفرجة الحقيقية بدل الفرجة بتاعت السوشيال ميديا اللي الناس والناس فرحانة وعمالة تتداول أخبار من يعني بالكيفية دي. كان في مهرجان ناجح اسمه مهرجان الأقصر، كان في عندنا ضيف عالمي اسمه داني جلوفر، عمل زيارات ميدانية ورقص في الأقصر وراح على مستشفى الأطفال. يعني دي الحاجات اللي لازم الناس تتفرج عليها بجد، بدل ما البرايت سايد زي ما بيقولوا أو الجانب المشرق. دي الحقيقة، دي اللي بتبقى، هي دي اللي بتعلي من اسم البلد، وهي دي اللي بتعلي من اسم الفن ومن الإعلام. وأظن إن بدل ما بتخصص ساعة، أنا آسف جدا للشتيمة والردح خصصها للحاجات الحلوة اللي بتحصل، خصصها للحاجات الحلوة، وفي حاجات حلوة، ما هو المشكلة إن في حاجات حلوة بس لازم يا جماعة نعمل سبوت لايت عليها، لازم نشوفها. معك جدا وبشكرك جدا أستاذ محمد عدوي، نائب رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم. شكرا لك. خليني أخذ من كلام أستاذ محمد عدوي أن مهما حصل على كلام محمد منير وأن هو أجل حفلته عشان شهدائنا الله يرحمهم يا رب، عايزين برضو زي ما الإرهابيين بيحاولوا يوجهوا لنا رسالة، إحنا كمان أكيد من الراديو 90-90 وجهنا لهم رسالة بإنتاجنا الأغنية زي دي. هنروح نسمعها مع بعض، أغنية مهما تعملوا، إهداء لكل إرهابي. يلا بينا.